الزول في الأخوانت، مرحبا. إذا كنت على فيديو بساجي، مرحبا بكم البنات إلى الفيديو تاع اليوم. نتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. نتمنى على فيديو يجي وكنتي دفاك بخير وعلى خير وصحة يجرزن. أما كدوا لمثي هي ذي التيتر ساجي نكمل لغوب نين في ذا ذي لفيديو نعدن يظل نخدم اس وفا ذي لفيديو نعدن نخدم اس لفظان الساقية أتنكمل أتوالي مثل نكمل اليوم رايحين تشوفوا كيفاش نكملوا لغوب اللي درناها في الفيديو اللي فات. الفيديو اللي عدنا نخدم الدان ولد مشات نخدم سدراقي في نوتين ولا راه كنت سجل لا ديسكريبسيون لا فيديو اللي عدنا ما الا لا فيديو باساكي نولي مشات نسملي السدراقي نتاع الوجلال. الفيديو اللي فات شفنا طريقة خياطة هذا الصدر بلا دوبلور نتاعو، أما في هذا الفيديو راح نشوفو طريقة الخياطة نتاعو فوق الجهة السفلية. كما فهمتكم في الفيديوهات الماضية اللي عندها لا سيغفيلوز تخيط ديراكتومون الجهة العلوية بالجهة السفلية وتدير هادوك تكميشات تكميشات ودير لو سيرفيل. اما اللي ما عندهاش لا سيرفيلوز كنت فهمتكم في درس من الدروس الطريقه ونخليها لكم تاني في صندوق الوصف. مي غاكون ثاني عن لا سيرفيلوز يسهل تسملي الواقي نتسادل الباياكي لا روب استخدم لي بلي نورمال تطفي الميليو دو ميليو تخدم لي بلي نس تسوفيلي ما تنونس على لا سيرفيلوز. ملي راك ديجا اون ميثود كنت تسجا لا فيديو ني كنت تسجا دي لا ديسكريبسيون تولي مثل لا ميثود ني معليش زعما نزداوضا في كل تاكير فين ونفهم. راه هذه هي الجهه الداخليه للصدر، هذه هي الجهه الداخليه للقماش هاي الجهة السفلية وجد الجهة داخل وجد الجهة داخل أطمة فكا جيل تولي دازا أطمة فكا جيل هاد نخيط لبلينور الجهة الداخلية تقابل الجهة الداخلية ورايح نخيطوه وندير تكميشات. فينوس عينا راه لا سيرفيلوز استخدم هكاكي، اللي ما عندهاش لا سيرفيلوز دير هاد الطريقة. هنا راح ندير لوغلي بوغ لي موش وندير لهم هذا هذا لو كالون ومن بعد نخيطهم فوق لا روب ابلا قبل ما نخيطوا لا روب قبل ما نغلقوها كامل. انا كنت لي موش كي نخدم لوغلي
اسنخدم الكالو ياكي ومن بعد فنسالي ابلا ما كنتي ديني غنسالي لي مونش ابلا شغل ثرا كنتي دواري لا ميثود اميك شغل مازالو تسملي لا قنطور ما سنسالي لي مونش ومن بعد ما تزيد نسملي تزيد نسملي لا تزيد نسملي لا لافواس لي مونش سلاغ غادي نخيط لا مونشينو ابلا راح نخيط لا مونش ابلا ستادير لا غوب راهي مفتوحه مازال ما غلقتهاش مازال غليق غير لا غوب هاد السالي قبل لا مونش هكا كي ما كنتي ديني ابلا سي كاكا تسوال نخدم الميليو 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 لا مونش شوف لا الميليو لي بول راح تتحصلوا على هذا النتيجه وكنت دفا لا روب كنت هكاكي ثورا ما تزمر متى تسجم هكاكي سامبل هكا ما كاين لا واقي كان كوم الزمر متى تخدم في اون دونتيل هكا ذاكي في رناكي يمكن ياز تخدم غير دونتيل روج هكا ما كاس خدم ذاكي دي لا مونش تقدروا تخلوها هكذا كما تقدروا ديروا لها اي دونتيل عندكم داكي خدم غدا اقلي خدم لو با خدم غاز لا بروميير كوتور اي لا بون داكي راني ندير في الجزء في لو با تاع لا روب درت الخياطه الاولى كي نروح نعاود ندير خياطه ثانيه لازم يفو فير اتونسيون ما تخيض ما تروح مثل تعدي مثل لا دوزيام كوتور الى ولي مفدامك الى قالت تخدم مثل كاكيا ما تخيضي ما تخدم مثل لا دوزيام كوتور الى كاكاغات تطفي مثل التيسيو الى قد تسقي من فكاكي وكي نخرتي مشارع سوا داك دي فغ يقعاف سينو ما الا تخدم مثل كاكاغات تجبد مثل الكتان وكادي جبد تا فهمتو كساري لا يكمش دونك الى قد تخدم فكاكي سلاعقل سلاعقل تسقادم في لابون داك تسقادم في لاغوب ولين فمشي دي فارقة في شميشة رايك داخل ومن بعد تنغلق تنغلق هكا كتنخلصي البوتي نخيطوها من الجوانب نخيطو معها الأكمام وتكون لاغوب نتاعنا واجدة كوبي كوبي